والآن مع أخبار الطقس. أحوال الطقس ودرجات الحرارة من جديد تستعرضه لنا شروق عناد. شكرا لكما مصطفى وهبة، أهلا بحضراتكم من جديد. وأخبار الطقس ودرجات الحرارة محليا وعالميا. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الأربعاء طقس معتدل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، ومائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، لطيف في أول الليل، مائل للبرودة في آخره، وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن الجمهورية العظمى والصغرى: القاهرة العظمى 25، الصغرى 18، الإسكندرية العظمى 24 والصغرى 17، مطروح 24-15، بورسعيد 25-18، والإسماعيلية 26-14. وعن السويس 25-15 العظمى في العريش، 24 والصغرى 17، طابة 24-19، شرم الشيخ 28-20، الغردقة 27-19. والأقصر 28-16، أسوان 28-17، الوادي الجديد 27-10، شلاتين 28-21، وحلايب 26-21. والآن نستعرض مع حضراتكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.